هون مثلا اذا عندك بارتيكل مشيت هيك رجعت طلعت رجعت مشيت رجعت طلعت رجعت مشيت، اي فورس ان كانت الورك اللي لها من هون لهون هي الورك على هيدا الباس زائد الورك على هيدا الباس زائد هيدا زائد هيدا زائد هيدا. كلير؟ بس اذا كان عندي ويت هيدا الويت فيني اخذ الانيشال والفاينل بوينت بس واعتبر انه البارتيكل هي مشيت along هيدا الباث. اوكي هلا هون كاتبت لك الريفرنس هو الورك دان باي ذا ويت از اندبندنت اوف ذا ريفرنس، يعني اختاري الريفرنس اللي بدك اياه بده يطلع نفس الجواب. بس عاده نحن الريفرنس بنعطيك اياه بالسؤال. شو قصدي؟ افترضي انت عندك ريفرنس 1 وعندك هون ريفرنس 2 وعندك بارتيكل مشيت من A ل B. كلير؟ طيب انا شو قلت لك قاعده الويت هي دبليو ام جي هي اتش ام جي اتش انيشال ماينس اتش فاينل. افترضي عم بختار الريفرنس 1 انا اول شيء، هيدي بالنسبه للريفرنس 1 هي اتش انيشال وهيدي اتش فاينل. طيب اتش انيشال ماينس اتش فاينل هيدي ناقص هيدي، مش بتطلع ناقص هي، مش بتطلع هيدي المسافه اليوم بس بالنيجاتيف، مزبوط؟ طيب اذا عم بختار ريفرنس 2 هيدي الاتش انيشال وهيدي الاتش فاينل. طيب اتش انيشال هيدي ناقص هيدي، مش كمان عم تطلع نفس المسافه؟ مزبوط. اوكي يعني whatever reference حيطلع الويت نفس الشيء. اوكي هلا مثلا example عطيتك application please فكري فيها، عطيتك انه عندي particle ماشي along هيدا الباث friction في هون وهون 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 وعندي attractive force 10 نيوتن ب 10 نيوتن ب 10 نيوتن 10 نيوتن، عملك طلعي لي الwork done by friction من A ل E، الwork done by attractive من A ل E. اكيد انت لما بتطلع الwork done by friction بدك تاخذ الwork done by friction along AB زائد work done by friction along BC زائد من C ل D زائد من D ل F، work done by attractive نفس الشيء. اوكي فاذا مثل ما اتفقنا يا صبايا اي فورس غير الويت مؤلفه من كذا باث ما بحق لك بدك تشتغلي على كل باث لحال، بينما اذا كان عندي ويت اوكي بينما اذا كان عندي ويت سمبلي الورك done by weight فيني اخذ الانيشال والفاينل بوينت بكل بساطه. كلير؟ اصلا حتشوفي اذا بتحسبي الورك done by weight حيطلع عندي زيرو، لانه ليه؟ انا قلت لك فيني استغني عن كل هيدا الباث بباث بيفصل الانيشال بالفاينل بهذا الباث، بس تطلعي الاتش انيشال والاتش فاينل بهالحاله زيرو، حيطلع الورك done by the weight زيرو بهاي الحاله. كلير؟ هلا هون تعريف الباور، الباور دم باي ا فورس، يعني الباور اوف ا فورس. من كيف نحن قلنا منعرف ورك اوف ا فورس، هون منعرف باور اوف ا فورس. نحن تعريف الباور العادي هو شو؟ هو مش انرجي على تايم. طيب الورك هو الانرجي هون، ما انا الورك شو اليونت اللي له مش جول، يعني هو الانرجي. هلا فانا بيجي بعرف باور اوف ا فورس، يعني كالكوليت ذا باور اوف ام جي، كالكوليت ذا باور اوف فريكشن، كالكوليت ذا باور اوف تنشن. هلا بنعرف في عندي نوعين من الباور، افريج باور وعندي انستانتينيوس باور. كلير؟ هلا افريج باور من اسمها يعني في عندي شيء، يعني في عندي تو بوزيشنز. اوكي افترضي انا فور اكزامبل عندي اوبجكت مشي من A ل B، مزبوط؟ طيب عندي الام جي عملت ورك من A ل B. اوكي هون بما انه عندي نقطتين، يعني صار في بحكي عن افريج ما بحكي انستانتينيوس، انستانتينيوس هو بلحظه، بتكون بي افريج هي الورك دان باي ام جي along the path على دلتا تي على الوقت اللي اخذته. طيب الورك دان باي ام جي هي مش اف دوت ال دوت اي بي، مش اف دوت اي بي عدلتا تي. طيب اي بي عدلتا تي، اي بي عدلتا تي مش هي في افريج، فبتطلع القاعده اف دوت في افريج. يعني سمبلي الباور دان باي ا سيرتن فورس من اي ل بي هي بتكون الفورس دوت برودكت في افريج، افريج فيلوسيتي من اي ل بي. افريج فيلوسيتي من اي ل بي هي بتساوي في بي ماينس في اي، افريج فيلوسيتي شو بتساوي؟ اي بي عدلتا تي. هلا instantaneous power، instantaneous power بي لفورس معينة كمان هي بتساوي كيف هون عندي f dot v average؟ هي بتكون بتساوي بكل بساطة mg dot v instantaneous. يعني أنا مثلا بيجي بقلي طلعي لي شو ال average power، أوكي ال average instantaneous power لما صار لل mg، لما صارت ال particle بنص الطريق معك الام جي، وبدك تكوني بتعرفي الفي انستانتينيوس هون اكيد بالسؤال بيكون دليلك عليها بكل بساطه، بتقولي لي كيف بدي اعرفها؟ ما الفي على طول تانجنت للتراجكتوري، وبتكوني بتعرفي قيمتها بطريقه معينه وبتطلعيها.